بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا النصر العظيم الذي حقق الأبطال في الميدان بفضل الله تعالى، ثم نشكر قادة الوحدات وعلى رأسها اللواء الركن المفرح بحيبة قائد جبهة بيحان قائد محور بيحان قائد الوسط 26 مشاة، ونشكر قادة الألوية وقادة الوحدات وقادة المقاومة ومشايخ وأعيان وجميع أبناء المنطقة الذي تساعدوا في الداخل والخارج حتى هزيمة العدو ودحره من أرض بيحان الذي قطعوا هذه المقاومة والأبطال أكثر من 60 كيلو في الجبهة. ثم نهني الشعب اليمني بهذه الانتصارات، ونهني المشير الركن عبد ربه منصور هادي ونائبه علي محسن صالح وجميع الحكومة بهذه الانتصارات، ونشكر جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وقادة التحالف العربي على ما قدموه من دعم، ونترحم بهذه المناسبة في هذا الاحتفال على أرواح الشهداء الذي أريقت لإقامة العدل ودحر الغازي إلى هذا المرض، ونترحم ونطلب الله من الشفاء العاجل للجرحى، والسلام عليكم.